السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض في 2 Dimension Array. تعالوا نفتكر مع بعض ال 1 Dimension Array. كنا قلنا إن ال 1 Dimension Array اللي أنا أقول له int x وأجي هنا أقول له وليكن ال x ده عبارة عن Array فيه 10 element وأبدأ أحط ال element بتوعي بالمنظر اللي قدامنا ده وأملأ ال 10 element بتوعي بالمنظر ده. جميل، ده بالنسبة لل 1 Dimension Array وكنا عملنا عليه ال application. الناس اللي مش فاكراه ومش عارف ال 1 Dimension Array يا ريت تروح تتفرج عليه الأول وتشوف حتى على الأقل ال application بحيث أنت تفتكره وتعرف إزاي تشتغل عليه. نيجي بعد كده ندخل في ال 2 Dimension Array. نعمل ال 2 Dimension Array إزاي أو إيه هو ال 2 Dimension Array؟ ندخل أول هنا نبص، يعني ال 1 Dimension Array بالمنظر ده أنا قلت له إكس و6، يعني أنا هعمل Array اسمه إكس فيه 6 element، فكان بيبقى بالمنظر اللي قدامنا ده وحطيت لي 6 element وحط فيها الارقام اللي انا عاوزها. جميل، طب انا عاوز اعمل 2 dimension array، هعمل 2 dimension array ازاي؟ هقول له y 6 7. ايه y 6 7؟ 2 dimension array بيبقى بالمنظر اللي قدامنا عباره عن رو وعباره عن كولوم، فانا باجي اشوف معايا كام رو. ادي معايا 1 2 لغايه تحت اللي هو لغايه n، فهعدهم واحطهم هنا، فعديناهم اليوم 6 1 2 3 4 5 6، فبكتب له هنا 6. يبقى اللي بيتكتب في اول هنا المربع ده هيبقى عباره عن عدد الرو بتاعي. جميل جدا، بعد كده عاوز اشوف كل رو كل صف هيبقى فيه كام كولوم، فهاجي اعد برده 1 2 3 4 5 6، نعمل واحد كمان يبقى كده 7. يبقى هاجي هنا بص الاقيهم 7 كولوم، فهاجي اكتب هنا ايه 7. يبقى كده انا عملت array اسمه y عبارة عن 2 dimension، العدد الصفوف بتاعته 6 اللي هي الرو وعدد الكولوم بتاعته 7. جميل جدا، طب هنا انا كنت عارف اللي انا عشان اتعامل معاه بقول له والله ده index رقم 0 رقم 1 رقم 2 لغاية ببدأ من اول 0 لغاية n ناقص 1، مع اعتبار ان دي عبارة عن x of a of n. جميل جدا، هنا اعتبر ان هنا عبارة عن y of r اللي هي الرو و A الكولوم اللي هي السي. جميل، فانا عاوز اعد، اعد ازاي؟ برضه اعد في الرو، اقول له واي اوف كام، هبدا اعد من صفر لغايه كام؟ لغايه ار ناقص واحد. يبقى الرو رقم صفر، الرو رقم واحد، الرو رقم اتنين لغايه رو رقم ار ناقص واحد. ده بالنسبه للار. طب الكولوم هقول له نفس الحوار، ان الكولوم بتاعتي بعد من اول صفر لغايه وانت رايح سي ناقص واحد اخر حاجه. يبقى كده لو حبيت اقول له وليكن احنا عاوزين ناكسس على الحته دي، الخانه دي وليكن فيها حرف الجي مثلا، عاوز اطبع الحرف ده او عاوز اقول له هات لي الحرف ده او الرقم ده او اين يكن اللي كان متخزن هنا، اقولها له ازاي؟ هاجي هنا اعد، والله ادي الرو رقم صفر، الرو رقم واحد، الرو رقم كام؟ رقم اتنين. يبقى انا واقف في الرو رقم كام هنا؟ اتنين. اقول له واي اوف رو اتنين. واقف في انهي كولوم؟ اقول له صفر واحد اتنين تلاته اربعه. هاجي هنا رقم اربعه، يبقى كده اقول له واي اتنين اربعه، هيجي يقف هنا ويجيب لي القيمه اللي جوه هنا. طب انا لو حبيت اكسس على كل ايليمنت هنا زي ما كنا بنعمل هنا، اقول له والله انا في الفور دي في الاري 1 دايمنشن كنت بشتغل عن طريق الفور، واقول له مثلا اعمل فاريبل اسمه اي وابدا اقول له اي بيساوي صفر، وابدا تشيك على كل اندكس جوه الاري دي لغايه ان ناقص واحد. جميل، طب هنا نفس الحوار بس هنعملها بطريقه شويه اعلى، بدل فور واحده تبقى اتنين فور. واحد بس هيجي يفكر طب دي لازمتها ايه؟ دي بتستخدم في حاجات كتيره، منها اي ايمج انت تحب تقراها في البرنامج بتاعك هتلاقيها بتتحول 2 دايمنشن اري. ناس اللي تدخل في لغات برمجه تانية مثلا او في الماشين ليرنينج او ايمج بروسيسنج. مثلا مثال بسيط، انت دلوقتي معاك فصل او في مثلا حاجه وعندك عدد من الاشخاص عاوز تسجلهم عندك في الداتابيز بتاعتك، وليكن معاك 6 اشخاص كل واحد فيهم الاسم بتاعه اكتر واحد فيهم او الماكسيمم بتاع الاسم 7 حروف، فانت عملت 6 رو كل رو فيهم بيشيل اسم، وبعد كده طبعا الاسم بتاعك هيتعامل هتحط كل حرف في مربع واحد من هنا في كولوم واحد، فبالتالي هتلاقي ان الخانه دي كده او الرو رقم صفر اكنه شايل اسم واحد، والرو رقم واحد بقى شايل الاسم التاني، الرو رقم تلاته شايل اسم بعديه وهكذا. فانت لو بصيت على دي لوحدها اكنها هي دي. طبعا احنا اتعاملنا مع الاري على انه سترينج وحطينا فيه كلام، نفس الحوار ده
بدل ما كنت بتعمل اكتر من اري بتحط فيه السترنج بتاعك او الكلام بتاعك، لا انت جمعتهم في اري واحده تو ذا منشن، حطيت الكلام بتاعك كله او الاسماء بتاعتك كلها في واحد بس. نكمل هنا، يبقى هنا لما اقول له 2 4 هيجي عندي الرو رقم 2 وبيبدا من 0 لغايه الجي اللي هي رقم كولوم رقم 4 فيطبع لي حرف الجي. طب انا عاوز اكسس عليهم كلهم، هقول له اول واحده 4 وال4 دي هتبقى خاصه بالرو، فالرو بتاعتي من 0 صح لغايه كام؟ لغايه 6. هقول له من 0 لغايه 6 جميل. بعد كده هقول له 4 ثانيه لايه؟ للجي. الجي دي اللي هي خاصه بالكولوم، والجي من كام لكام؟ برضو من 0 لغايه كام؟ لغايه 7. اقول له من 0 لغايه كام؟ لغايه 7. يبقى انا عن طريق 2 4 هقدر اكسس على جميع الاليمنت اللي جوه التو دايمنشن اري اللي قدامنا. تعالوا بقى نشوف الحاجات دي عملي او عن طريق كود هتتكتب ازاي. نمسح السطر ده مش عاوزينه خلاص. هنعمل تو دايمنشن اري هيبقى بالمنظر ده. 6 في 7 كتير، فهنخليها وليكن كام؟ 4 في 5 وليكن. واجي هنا اقول له يساوي. عاوز اعمله، اعملها ازاي؟ انا عندي ايه؟ دي الحدود بتاعت الاري الكبيره اللي هو وليكن المربع الكبير ده، صح كده؟ انا معايا كام؟ معايا 4 صفوف بالمنظر ده. تعالى نعمل لكل صف فيهم حاجه. يبقى هنا اول رو، تاني رو، تالت رو، رابع رو. طب مش الرو الواحد جواه كذا اليمنت؟ صح. طب عشان اعمل كذا اليمنت جوه الرو هبقى محتاج احطهم جوه اكواس، يبقى الرو ده جواه اليمنت فحطيتهم هنا، والرو ده برضو هيبقى جواه اليمنت فحطهم هنا، الرو ده جواه اليمنت، الرو ده نفس النظام هيبقى جواه اليمنت. جميل جدا. يبقى كده ده الحدود كلها، وبعد كده ده كل رو معايا، ومفروض كل رو يبقى في كام اليمنت؟ في 5. هاجي اعمل هنا كده بالمنظر ده، واجي اقول له ابدا من 0 1 2 3 4. هنا نفس الحوار 5 كده. انا مليت الاري بتاعي، كل قوس صغير من دول زي ما اتفقنا عباره عن ايه؟ عباره عن رو، وكل رو جواه عدد من الاليمنت. اعرف منين؟ ادي 4 يبقى معايا 4 رو، ادي 1 2 3 4. كل روف دول جواه 5 اليمنت، يعني كل قوس صغير من هنا جواه 5 اليمنت، هتلاقيهم عدتهم هتلاقيهم 5 اليمنت. كده انا عملت 2 دايمنشن اري وحطيت الداتا بتاعتي جواه. دلوقتي انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اقول له والله انا عاوز اطبع القيم بتاعتي دي كلها وابدا ادخل جوه كل حاجه فيهم. ازاي؟ قبل ما نيجي نطبع القيم دي تعال الاول نشوف اي اليمنت من هنا ونشوف هنعرف نطبعه لوحده ولا لا. هقول له هنا برنت اف، اقول له بيرسنت دي. تعالوا بقى نشوف احنا نطبع ايه. اول حاجه احنا هنشتغل فين في الاري اللي اسمه اكس. انا عاوز اطبع ايه؟ اطبع قيمه من جوه، فيبقى لازم اديلها الاحداث بتاعها او هي موجوده فين بالظبط، فاديلها هي موجوده فين في الرو وموجوده فين في الكولوم صح. تعالوا وليكن رقم 9 ده هنوصل له ازاي؟ ادي ده الرو الاولاني، ده الرو الثاني، يبقى انا 0 1 يبقى انا كده في الرو رقم 1. بعد كده هي موجودة في أنهي كولوم؟ 0 1 2 3 4. يبقى أنا بقول له روح الرو رقم 1 والكولوم أو الإندكس رقم 4 في الرو رقم 1، هات القيمة اللي جواه. أدي الرو رقم 1 وأدي القيمة اللي في الإندكس رقم 4. يبقى كده أنا لو عملت هنا برنت هيطبع لي كام؟ هيطبع لي رقم 9 حلو اللي هو هنا. تعالى بقى نجرب نشوف اي اليمنت تاني وليكن رقم 12 بنفس المنطق. ادي الرو رقم 0، رو رقم 1، الرو رقم 2. يبقى انا هاجي هنا اقول له بدل 1 هنخليها 2. تعالى رقم احنا 12 هنقول له الرو رقم 2 ده، الرو رقم 2 ده انا عاوز الاندكس رقم كام جواه او الكولوم رقم كام؟ كولوم رقم 0 1 2، يبقى 2 و2. واقول له ران، اديني كام؟ اديني 12. كده الطريقه دي هتخليني اقدر اخد اي قيمه جوه الاليمنت بتاعي اللي انا عاوزه. انا لا مش عاوز اعمل كده، انا عاوز ادخل جوه الاري بتاعي اطبعه كله مره واحده. هعملها ازاي؟ كنا قلنا في بدايه الفيديو عن طريق 2 4 جوه بعض. نيجي هنا اقول له ادي اول 4 وبعد كده 4 الثانيه بالمنظر ده.
اول فور هتدخل تتشيك على كل رو، يعني ايه؟ هتيجي هنا تروح ماسكالي الرو ده مره واحده، دي اول واحده، هتقف عند الصفر مره، عند الواحد مره، عند الاثنين مره، بتقف يعني ايه؟ بتقف بتشاور على الرو كله، بتشاور على الصف ده كله، بتشاور على الخمسه اليمنت دول كلهم او السبعه اليمنت دول كلهم مع بعض. هل انا عاوز الطريقه دي؟ لا، انا عاوز بعد ما هي وقفت على ده ادخل جوه الصف اللي هي وقفت فيه، ابص على كل اندكس جواه. فهعمل ايه؟ الفور التانية بقى دي هتيجي وظيفتها، بعد ما الفور الأولانية حددت الصف، الفور التانية تبدأ تدخل على كل كولوم أو على كل إندكس لغاية ما توصل للحتة اللي أنا عاوزها. فأجي هنا أول فور هقول له إن آر اختصار لرو، هيبدأ من أول الصفر وينتهي لآر أصغر من كام؟ أصغر من أربعة. وبعد كده أقول له إن الآر بلس بلس، يبقى الآر وظيفتها إيه؟ اللي هي تمسك الرو ده مرة واحدة، تروح ماسكة الرو ده وبعد كده تمسك الرو ده وهكذا. جميل. دلوقتي بعد ما انا مسكت الرو ده انا عاوز ادخل كل جوه اندكس اطبعه، فهيجي دور فين؟ الفور الثانيه، فاقول له ان الكولوم من اول الصفر لغايه السي اصغر من كام؟ احنا قلنا خمسه، يبقى اصغر من خمسه، والسي بلس بلس. جميل جدا. يبقى كده بعد ما مسكت الكولوم دوت الرو ده، السي هتبدا تدخل جوه الرو، تاخد له كل اندكس لوحده. هاجي هنا اقول له انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز اطبع القيمه بتاعت الفور بتاعتي. اقول له بيرسنت دي، واجي هنا اقول له اطبع لي. هطبع ايه؟ مش احنا شغالين مع الاري؟ نفس النظام كنا احنا شرحنا من دقيقتين، اللي انا لما اجي اطبع قيمه معينه هقول له ايه؟ اسم الاري، وادي له ايه؟ الرو والكولوم. كنا احنا بنحسبهم بايدينا او بنحسبهم بدماغنا كده وندي له القيم على طول. لا، انا هنا الفور هي اللي هتحسبها لي. فاجي هنا اقول له هتطبع لي ار وسي. تعال نبص كده هتبقى ماشيه ازاي، وبعد كده نعمل كومبايل ليها ونشوف الاول بتاعها. اول حاجه الار بكام؟ بصفر. يبقى هنا دي بصفر. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ ادي الار بكام؟ بصفر. اما الار بصفر هيعمل ايه؟ اول حاجه هيدخل يخلي السي بصفر، يبقى هيطبع لي السي بصفر. وبعد كده هروح الفور خلصت، تروح مزود على السي واحد، وهيطبع لي السي بواحد، يبقى ار صفر مع سي صفر، وار صفر مع سي بواحد. بعد كده هزود على السي كمان واحد، هيبقى السي بكام؟ باتنين. هيطبع لي السي باتنين، وبعد كده هيطبع السي بتلاته، وبعد كده هيطبع السي باربعه. صح؟ يعني اما الار كان بصفر دخل في الفور دي، فضل محشور فيها ما طلعش منها الا لما السي بقت بكام؟ بخمسه. فاول مره الار بصفر، السي كان بصفر، بعد كده الار فضلت بصفر، السي بقت بواحد، وبعد كده الار بصفر، السي بقت باتنين، الار بصفر، السي بقت تلاته، الار بصفر، السي بقت اربعه. مش الار صفر اللي هي دي؟ وبعد كده دخل جوه بقت سي بواحد بصفر، واحد اتنين تلاته اربعه، هو ده. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ الفور دي خلصت فهيطلع منها. اول ما طلع منها هيلاقي الفور الكبيره هي رخه خلصت، فيروح راجع مزود على الار ايه؟ واحد. يبقى الار بعد ما كانت بصفر هتبقى بكام؟ هتبقى بواحد. فنيجي هنا مثلا نقول له والله ان الار بتاعتي دلوقتي بقت بكام؟ بقت بواحد. هقول له الار بتساوي واحد، وبعد كده هيعمل ايه؟ نفس الحوار، هيجي هنا السي هتبقى بصفر، وهتاخد لي ده كله كده هتنفذه تاني، اللي هي هتبقى بصفر، وبعد كده بواحد، بعد كده باتنين، بعد كده بتلات. يعني لما الار بواحد دخل طبعا القيم بتاعت الرو اللي بعدها، يعني طبعا دي كلها، وهكذا. في نقطة بسيطة معانا، اللي انا هنا لما بطبع هيطبع لي القيم دي كلها جنب بعض. هل انا عاوز كده؟ لا، انا عاوز اخلي كل رو مطبوع لوحده السطر. هعمل ازاي؟ هاجي هنا اقول له بعد ما الرو الاولاني خلص اللي هو ده ونزل على السطر اللي تحتيه، اقول له برنت اف، اقول له كل اللي انا عاوزه من البرنت دي اللي هي تنزل لي سطر جديد، واقول له سيم كولوم. تعالوا نعمل ران ونجرب نشوف ايه اللي هيحصل معانا. توحل 0 1 2 3 4 بعد كده لغايه 9 لغايه 14 لغايه كام؟ لغايه 19. يبقى كده احنا قدرنا نعمل تو دايمنشن اري ونحط القيم بتاعتنا فيه. طب جميل، واحد يقول لي والله انا عاوز اعمل تو دايمنشن اري زي ما انت قلت هنا في المثال ده، وعاوز احط فيه اسماء، هعمله ازاي؟ هاجي برده نفس الحوار، هقول له هنا اعمل اري نوعه كاركترز، وهخليه مثلا نيم اهو، وهخليه تو دايمنشن، هنخليه وليكن 6 في 10، واقول له يساوي، وافتح القوسين كده بالمنظر ده. اول حاجه انت معاك اول اسم وليكن احمد، بعد كده هعمل كوما كده، تاني اسم وليكن هيبقى سامي، بعد كده اخر اسم او تالت اسم يعني هيبقى مثلا محمد،
بس طبعا المفروض يبقى بين دبل كوتيشن. هتقول لي بعد كده مثلا علي احنا كده حطينا كام؟ 4. هنقول له وليكن فاضل، كفايه كده عشان مش ناقصين يعني. كده احنا عملنا اهو تو دايمنشن اري، برضو عملنا فيه الاسماء بتاعتنا حطينا في كل رو اسم معين. طبعا مش لازم املى ال10 يعني، اكيد الاسماء كلها مش نفس الطول او اللينس بتاعها، فعملناه بالمنظر ده. عاوزين نطبعه، هنطبعه ازاي؟ بنفس المنظر اللي هنا ده. هاجي هنا اقول له ايه، انا عاوزك تطبع لي الار اوف 0 اهي لغايه ار كام؟ ار اصغر من 5. بعد كده السي من 0 لغايه 10. جميل. هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي كاركترز. بس هيطبعها لي منين؟ هيطبعها لي من الاري اللي اسمه نيم. بقول له سيف. تعال نبص نشوف، طبع لي احمد سامي محمد علي فاضل. جميل. طب في طريقه تانية، تعال نجرب كده طريقه تانية. هاجي هنا اقول له برنت، اقول له اعمل لي سلاش ان سلاش ان. تعال نشوف الطريقه التانية، اقول له هنا 4. انا عاوز اعمل ايه؟ هاخد ده عشان هدخل على كل رو، صح؟ يبقى احنا قلنا السطر ده بيوقف على الرو ده بس، ياخده كله مره واحده. انا بعد ما اقف على الرو ده او الرو ده اقول له اطبعه لي كل مره واحده. طب اقول له ازاي؟ اقول له هنا برنت سلاش اس، اطبع لي سترينج منين؟ من ايه؟ من النيم. النيم بقوا في ايه؟ انا عاوز النيم للار، صح؟ هقول له نيم اوف ار. يبقى كده هيدخل على الار وانا قايل له اطبعه سترينج، فياخد الار دي يطبعها لي كلها مره واحده. اقول له رن، طبعها لي برده مره ايه؟ مره واحده، احمد سامي محمد وعلي. بس طبعا زي ما انتم شايفين ايه، ان مفيش اي فواصل ما بينهم، فعشان اعمل فواصل زي ما اتفقنا هاجي هنا بعد سلاش اس دي اقول له سلاش ان واقول له رن المنظر ده، فطبعها لنا اهو. فاول شويه فوق اللي هنا دي بقت معموله من الجزء ده، طب تاني شويه دول بقت معموله من السطر ده. يبقى كده وانا هطبع الرو كله مره واحده ممكن اطبعه بالمنظر ده، لو هطبعه element element اقدر اطبعه بالمنظر ده. يبقى انا كده عندي طريقتين لو انا شغال على السترينج، اما اطبعه element element اما اطبعه على انه string مره واحده. كده احنا خلصنا شرح 2 dimension array. يا ريت الناس تبقى وصلت لها الفكره وتقدر تطبقه. ان شاء الله الفيديو الجاي هنعمل ابلكيشن بسيط عليه او حاجه بسيطه على 2 dimension array عشان الناس تاخد على الموضوع وتقدر تشتغل بايديها. في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.